أصدرت مصلحة الجمارك العامة الصينية بيانات للتجارة الخارجية الصينية لشهر أغسطس الأسبوع الماضي، تظهر أن حجم التصدير والاستيراد الصيني في شهر أغسطس تقدر قيمته إجمالا بحوالي 420 مليار دولار، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي، ليستمر في الانتعاش، في حين أن حجم التصدير يقدر بحوالي 240 مليار دولار، بزيادة 11.6% على أساس سنوي، مما يسجل رقما قياسيا منذ سنة ونصف. هذه النتيجة لم يكن من السهل تحقيقها وتعد نادرة في عموم العالم. وبذلك استقر الوضع العام للتجارة الخارجية الصينية في الصين، وتعززت الثقة بتبادل الدعم بين دائرتين اقتصاديتين المحلية والدولية. كذلك يلعب دورا هاما في تحفيز انتعاش التجارة الدولية واستئناف سلسلة الانتاج والامداد العالمية. تصدت التجارة الخارجية الصينية للتداعيات الهائلة لجائحة كوفيد 19 منذ العام الحالي، وخرجت من مستنقع الأزمة واستمرت في انتعاش بعد ربع ثاني من العام، حتى أنها حققت نموا ملحوظا الشهر الماضي، ويعود الفضل في ذلك إلى استئناف الانتاج والعمل داخل الصين في وقت مبكر، والنمو الطلب الخارجي في بعض دول العالم مع تحسن وضع السيطرة على الجائحة فيها، بالإضافة إلى إظهار نتائج إيجابية لسياسات الحكومة الصينية لدعم المالي وتسهيل التجارة. في الوقت الذي يرتفع فيه حجم التجارة الخارجية الصينية بالطراد، نلاحظ ارتقاء جودتها وجدواها أيضا، حيث حافظت التجارة الخارجية الصينية مع دول على طول حزام والطريق والأسواق الناشئة على نموها بشكل مستمر خلال 8 أشهر الأولى من العام الحالي، وتحتل المناطق الوسطى والغربية الصينية نسبة أكبر في التجارة الخارجية مقارنة مع المناطق الشرقية، مما يحسن التشكيل الجغرافي للتجارة الخارجية الصينية، ويبرز دور الشركات الخاصة في التجارة الخارجية لرفع سرعة نموها بنسبة 4.2 نقطة مئوية، ويزداد تصدير المنتجات ذات التكنولوجيا العالية والقيمة المضافة العالية بسرعة كبيرة، وتصبح التجارة الإلكترونية عابرة الحدود وغيرها من القطاعات الناشئة نقاط بارزة في نمو التجارة الخارجية الصينية. كل ذلك يعتبر تجسيدا حيا لتحويل نمط النمو الاقتصاد الصيني إلى عالي جودة في العصر الجديد. الجدير بذكر أن حجم استيراد الصيني خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ما زال منكمش، يرجع ذلك إلى تذبذب أسعار بضائع الكم الضخم مثل النفط الخام وخام الحديد، إذ أن الصين استوردت كمية أكبر من تلك البضائع لكن بأسعار أقل بسبب انخفاض أسعارها. وعند تعليق على بيانات التجارة الخارجية الصينية في شهر أغسطس، قالت صحيفة غارديان البريطانية إن نمو التصدير الصيني في أغسطس أعطى بداية حسنة للاقتصاد العالمي، وأظهر أن الاقتصاد العالمي يعود إلى انتعاشه ويزيد من طلبه للمنتجات الصينية.